حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 9 سنتات ليصل إلى 80 دولارا و63 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6 دولارات و72 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ 9 سنتات أيضا ليصل إلى 84 دولارا و11 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6 دولارات و52 سنتا. وأغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 12 سنتا ليصل إلى 85 دولارا و12 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 5 دولارات و18 سنتا. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع أيضا بمقدار 9 سنتات ليصل إلى 75 دولارا و76 سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4 دولارات و94 سنتا. طالب النائب في برلمان كردستان العراق مسلم عبد الله طالب بتوحيد سعر الوقود في محافظات شمال العراق أسوة بالأسعار في بغداد وبقية المحافظات. وقال النائب عبد الله إنه بعد الاتفاق على إعادة استئناف تصدير النفط من كردستان العراق وعبر شركة تسويق النفط العراقية سومو وبإشراف بغداد، يجب إعادة سعر الوقود في كردستان وتوحيد هذه الأسعار مع بغداد. يشار إلى أن كردستان العراق تشهد ارتفاعاً كبيراً بأسعار المشتقات النفطية، حيث يبلغ سعر لتر البنزين للنوع العادي ضعف سعره في بغداد وبقية المحافظات. أعلنت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية عن خطط لإنتاج أجهزة منزلية بصورة مشتركة مع دول جارة لإيران من بينها العراق. وقال مدير قسم صناعة الأجهزة المنزلية في الوزارة محسن شكر إلهي إن هناك خططا لإنتاج هذه الأجهزة بصورة مشتركة مع الدول الجارة في الشمال والجنوب والعراق بهدف تصديرها إلى الدول الأخرى، مضيفا أن إيران تصنع حاليا 90% من أجهزة التلفزيون في الداخل، ولافتا إلى أن تصدير الثلاجات ارتفع بنسبة 82%. ارتفعت حالات إفلاس الشركات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات على الرغم من التحسن النسبي للآفاق الاقتصادية في البلاد بعد أزمة كورونا. وبحسب دراسة صادرة عن معهد لايبنيس الألمانية المختص بالأبحاث الاقتصادية، فقد تم تسجيل 959 حالة إفلاس خلال شهر آذار من العام الحالي، وبزيادة وصلت إلى 15% عن شهر شباط من العام نفسه. وذكرت الدراسة أنه بالمقارنة مع شهر آذار من عام 2022 فإن هذه الزيادة شكلت ما نسبته 24%. انخفض مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو للشهر 12 على التوالي في شهر آذار، ليتراجع بأكثر من 20% عن الذروة التي سجلها قبل عام عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت المنظمة إن مؤشرها الذي يرصد أسعار السلع الغذائية أو الأكثر تداولاً عالمياً بلغ نحو 127 نقطة أو 27 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل نحو 130 نقطة لشهر شباط، وهي أدنى قراءة منذ شهر تموز عام 2021. وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها وفرت الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.